كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على موسم المدارس، وطبعا اللي رايح واللي جاي بيشتري حاجة المدرسة. جبت حاجة المدرسة اهو، وحبيت اوريها لكم واعرفكم الاسعار ايه، بما ان احنا يعني لسه المدارس كمان اسبوعين، فحبيت اوريكم انا جبت الحاجات بقد ايه وكده. انا عندي سنه رابعه وعندي سنه تانية ابتدائي. سنه رابعه طبعا جد بقى السنه دي، يعني السنه دي مش هزار، مذاكره، وطبعا جديد عليهم العلوم وجديد عليهم الدراسات، وفي مواد كمان تانية جديده عليهم زي ماده الاي سي تي دي اللي هي تكنولوجيا، مش عارفه انا اول مره برضو اسمع عنها. وطبعا هم المواد كبست شوية عليهم، وما كانوا السنة اللي فاتت بياخدوا انجليزي عربي حساب ودين فقط لا غير، يعني وما كانش بيبقى فيه وقت لكمية المذاكرة. السنة دي بقى مفيش هزار. انا طبعا مش داخلة اعرفكم بقى التفاصيل بتاع السنة رابعة وكده، انا طالعة اوريكم المشتريات اللي انا جبتها. اصلا كل سنة الشنطة بتتقطع، فجبت بقى شنطة جديدة اهي، يعني هو يعني ايه نوعها كويس، هي اكتف، الاكتف نوعه كويس اهي من جوه اهي كده من جوه. انا عارفة ان هي مش هتستحمل برضو، وهنجيب السنة الجاية شنطة، بس ايه يعني قلت ايه تستحمل شوية. يعني الشنطة دي سعرها كام؟ سعرها 200 جنيه. 200 جنيه اقل شنطة في السوق يعني، وهتبقى الماتيريال بتاعتها مش كويسة ب150 جنيه، ده اقل شنطة في السوق، وكمان مش هتستحمل مع الاولاد حاجة. يعني الاكتيف نوعها كويس، يعني انا جايباها من حد تاجر جملة، يعني هي لو اتباعت بره في المحل هتلاقيها ب250 كده، انا جايباها ب200 جنيه. تمام اهي، ومن جوه يعني هي كذا سوستة، وفي حاجة كده في جواها، انا تلاقيت السلكة دي مش عارفة السلكة دي جواها، انا سألت قال له سلكة USB، بس مش عارفة هم حاطينها في الشنطة، لان افتكرت البياع نساها معايا في الشنطة ولا حاجة، بس اتضح ان في شنط اصلا بتبقى بتتباع بالوصلة بتاعت USB، بس مش عارفة استخدامها ايه. اللي يعرف يقول لي يكتب لي في الكومنتات. تمام، جبت طبعا الأسلحة طبعا شيء مهم. أنا كنت جايبة السنة اللي فاتت قطر الندى، وعجبني في النظام الأسئلة بتاعه، وعجبني في الشرح بتاعه كان كويس، وفي المذاكرة كانت كويسة. جبت بقى طبعا اهو الكتب طبعا بمبلغ وقدره، يعني انت لو ابنك في المدرسة او بنتك في المدرسة وفي سنة رابعة او في سنة تالتة، انا بدأت اجيب اسلحة من سنة تالتة ابتدائي. السلاح بجد ما بيهزروش، السلاح بمبلغ يعني يعتبر قطر الندى، قطر الندى يعتبر اقل سعر في الاسلحة. مهم يعني دول اقل سعر في السوق، يعني الاضواء الكتاب الواحد ب70 وب80 جنيه، سلاح التلميذ برضو في نفس الرينج، كلهم الكتاب الواحد بيبقى غالي يعني. فانا جبت كتب اهي الاسلحة يعني جبتهم اول ما نزلوا، علشان لما بروح اجيبهم ساعة الدراسة بتلاقيهم خلصانين، فجبتهم قبل الدراسة وبدأنا نشتغل مع بعض. تمام، ده بالنسبة للاسلحة. طبعا دي حاجة اساسية. جبت بقى ايه؟ بصوا المقال، كل سنة المقلمة تتقطع، يعني يبقى منظرها مش لطيف، تضيع، كل سنة لازم نجيب مقال. فما جبتهاش غالية قوي، عشان عارفة ان هي كده هتتقطع المقلمة دي، وهم ما شاء الله يعني فرحوا بيها، وايه ويعني الجلالة واخدهم بقى وحطوا فيها الاقلام، بنتي حاطه فيها القلم اهو، هي المقلمه عباره عن كده اهي صفين يعني اهي. دي بقى بكام؟ دي ب19 جنيه، يعني قولي ب20 جنيه جبنا الاثنين ب40 جنيه. وابني برضو اخدته الجلاله
وراح حاطط لي الاقلام بتاعته، حط لي الاستيكه وحط القلم. طبعا هو في سنه رابعه بيكتب بالقلم الجاف يعني عشان هو ما عادش صغير، قلم الجاف، وحط الكونلكتور. الكونلكتور اهم شيء، وعارفه ان هو هيضيع برضه، والبرايه هتضيع انا عارفه. اهو طبعا سنه رابعه ما بياخدوش الوان ولا كده، بس الصغننين بقى بيحتاجوا ايه الوان، وعارفه ان الالوان كل سنه ما بتجيش كامله، يعني الالوان كل جبت دي اويل باستل، تمام، دي اويل باستل. كان على ايامي وانا صغيره كان اويل باستل برضو، بس كانت بتبقى كده خضره كده، وكانت بتبقى لها طابع مميز يعني. فهي بنتي جابت دي علشان طبعا ايه مرسوم عليها العرايس دي وكده، فهي ايه تحب الكلام ده. الالوان اهي مش فاكره بقى الالوان دي كانت بكام 12 لون ب 15 جنيه الالوان ب 15 جنيه ال 12 لون ب 15 جنيه تمام. دي اويل باستل، فهي اختارتها كده وعارفه ان هي هتضيع برضو الالوان كله في ده العيال. تمام، خلصنا كده الالوان، نسيبنا من الالوان، نيجي بقى لايه جايبه بالديسنت الاستيكين اللي هو صاص تمام، و اقلام جاف طبعا اهي منوعه بقى مشكله. هي الدسته انا جايباها اهي منوعه مشكله، يعني جايبه من ده وجايبه من ده. عقده حياتي الاساتيك، كل يوم لازم يضيعوا الاستيكه لازم تضيع كل يوم الاستيك. فجايبه كميه اساتيك، يعني كميه اساتيك، جايبه كميه اساتيك بجد يعني. البراد ما بدلهمش براد عشان عارفه ان هم هيضيعوا، انا بحتاج البراد. طبعا الاستيكه دي لها ذكريات بقى معانا واحنا صغيرين ما تتنساش. افضل استيكه في السوق الميلاندي افضل استيكه في السوق، فجبت منها اتنين، دول مش هديها لهم وهم رايحين المدرسه. انا جايبه اساتيك من نوع تاني والله، ولسه عندي جوه برضو في الدرج انواع اساتيك تانية، فانا بوريكم اللي انا جبتهم يعني السنه دي. الميلان دي جميله جدا، بتهيألي الواحده بخمسة جنيه دلوقتي، الواحده من الميلان دي بخمسة جنيه تمام، ودي تقريبا الواحده بجنيه او اتنين. بريات هم اختاروا بريات، دي طبعا في ثانيه وهتبوظ انا عارفه ما بتستحملش. بريات البريات مش بتستحمل اهو، بريات اهو دول ما بيستحملوش، انا عارفه النوعيات دي ما بتستحملش، بس انا جايبها بس عشان هم ايه اللي اختاروا، يعني انا عايز دي فاختاروا كده. خدي ب 19 جنيه، قولي ب 20 جنيه الاثنين دول كده، والالوان دول المشتريات بتاعت المدرسه. طيب الكراريس بقى اللي اسعارها مش قادره اقول لكم، الكراريس اسعارها حاجه فظيعه بجد، الاسعار ولعت. انا جايبه بزياده علشان ما اقعدش ازنق نفسي واقعد كل شويه حاجه تخلص اروح اجيب. المهم عايز اشيل بس الكيس نحطه كده على. عموما الدسته ب 80 جنيه ما فيهاش فصال ولا فيها اي حاجه، تاجر الجمله بيباعها ب 70 جنيه تمام، وانا جايبه من تاجر الجمله. بصوا اللي هي 60 انا جبت منوع يعني انجليزي خفى فيه شويه الانجليزي تمام، لانه ما بيخلصوش الكراريس كتير قوي في الانجليزي، الانجليزي خفى فيه شويه. جايبه ايه مثلا يعني هم كام، خمس كشاكيل 60 وكام، وكرستين كام ورقه دول 28. انا عارفه اللي هو كده كده مش هي يعني مش هيستخدمه انجليزي كتير تمام. المسطر السنة رابعة هيستخدموه كتير في العربي وفي الحساب، فجايبة منه كميات، جايبة دستتين 70 و70، 2 في 7 ب 14 140 جنيه تمام. الكشاكيل اللي هي ايه المسطرة دي السنة رابعة هتستخدمها كتير اهو تمام. والكراريس دي بقى عشان النشاط والكلام ده اللي هي الاسكتش دي اهو، هم جايبه برضو منهم حبه،
وطبعا الكراريس اللي هي التسع تسطر جايبه برضو منها دسته تسع تسطر مربعات برضو بيستخدموهم كتير المربعات الحساب تمام. جايبه برضو دسته كتيره كتير 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 لان الحاجات دي بتستهلك كتير. فبالصلاه على النبي كده الاسعار ما بتهزرش الاسعار ما بتهزرش. هما دول الحاجات اللي انا جبته. بالنسبه بقى لللبس في حاجات شعبيه وفي حاجات كويسه بس بتبقى غاليه شويه. التيشيرت البولو ممكن يبقى ب 120 150 ده نضيف. البناطيل ممكن تبقى ب 100 برضو في نفس الرينج كده. يعني لما تجيبي تيشيرت بولو وبنطلون ممكن يخش لهم في كام؟ ممكن يخش لهم في 300 جنيه الحاجتين دول بس. غير بقى السويت شيرت بتشتريه بمبلغ وقدره. طبعا اللبس ده مش هجيب السنه دي عندهم انا جايبه يكفيهم. يعني ممكن السنه الجايه ان شاء الله اشتري اللبس ان شاء الله يعني لو ربنا احيانا. فانا جبت الحاجات دي اللي هو المستلزمات اللي هي بتيجي كل سنه اجباري. لازم الكراريس لازم المقالم لازم ال الاساتيك لازم البرايات لازم الالوان لازم الاقلام. الحاجات دي اجباري لازم تيجي كل سنه لازم تجيبيها كل سنه. الشنطه كل سنه بجيب كل سنه بجيب شنط لان بتتقطع وما بتستحملش. قليل قوي لما تلاقي يعني شنطه وتستحمل معاكي. كان ايام زمان ايام كنت صغيره كانت شنط بتبقى ايه كانت بتبقى جامده كانت بتبقى بتستحمل. الوقت ما عادش فيه بركه في الحاجه ما عادش فيه بجد يعني الحاجه خيرها قل. ده بالنسبه للحاجات اللي انا اشتريتها. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو بتشوفوني من على اليوتيوب ومتابعه للصفحه ولايك للصفحه لو على الفيسبوك. باي باي.